Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que Kamel Jouz ton hashbab. Donc, nous allons continuer notre série des cours de biologie végétale concernant le premier chapitre, partie 2. Nous allons maintenant le deuxième chapitre. Alors, les cours timés, sachez de les abonner et activer la cloche, oui, de les j'aime. Apparemment, des questions. Est-ce que le prochain cours est la biologie animale ou la biologie végétale? Ou est-ce qu'une thermodynamique? Dites-le dans les commentaires. On va commencer. Le chapitre 1, le cours numéro 2, les voilà, la cytologie végétale. Apparemment, il y a des contrôles. Voilà. Comme ça, le module d'ahor. Si vous voulez que je vous laisse juste les commentaires ou les messages sur ma page Facebook liée à la biologie. Donc, on va commencer. La cytologie végétale. Où je fais cytologie végétale, يعني علم الخلايا النباتية. راح نقراو على الخلايا والخلية النباتية ou la racine végétale ou المكونات تاعها. عندنا première des choses, la membrane cellulaire ou la الغشاء الخارجي تاع الخلية. Élément très important, c'est les lipides plus les protéines, phosphoglycérolipides plus cholestérol. Élément très important, ben élément mohim bzef, les lipides, les homadosomes plus les protéines, les homadoproteinettes, et la phosphoglycérolipides, les phosphates plus glucose plus les lipides plus les cholestérol. Apparemment, me fahoma, mais en tout cas, je te fais à part ça, tu as vu que je par cœur. La biologie végétale. Déjà, comme la vidéo précédente, tu as comme la biologie végétale. La majorité, tu as vu que 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 tu as la membrane cellulaire, tu as plasmolème. وفيها تونوبلاست دوك نوريه لكم بعد نشرحهم هاي ليك خلية نباتية كما اللي وريتها لكم dernièrement ديجا لا ميم ماشي كيما لا ميم عندنا تونوبلاست ها وليك هذا الغشاء اللي جاي مغطي كامل لا باغوا وعندنا وشنو ثاني تونوبلاست هو اللي ها هو اللي جاي كامل هذا الغشاء اللي مغطي لا فاكيول عندنا ثاني وشنو عندنا بلازمولم بلازمولم ها كاين اللي اسمه بلازمودوزم وكاين بلازمولم هو هذه الفجوة ولا الفتحة الصغيرة اللي جاية في لا سيلول ما بين لا باغوا ولا لا مومبران بلازميك لا مومبران سيلولير هاهي هذه الفتحة الصغيرة اللي جاية هي بلازمولم ولا بلازمودوزم كل واحد كيف يسميها ابخي ما شفناهم راح نكملو قلنا بلازمولم اللي شتوها هذيك الفجوة الصغيرة اللي جاية في لا مومبران سيلولير تكون ليبيسور تاعها اونتر 6 حتى 9 نانومتر نانومتر هي لينوتي صغيرة كامل نانومتر وراها ميكرومتر بريابيليتي سيليكتيف علاه بريابيليتي سيليكتيف ديجا شفتو فيها فجوه هذيك الفجوه هي اللي تخلي اسكو تخلي الماء يجوز ولي موليكول ولا ما يجوزوش يعني هي اللي تخير بريابيليتي سيليكتيف سيليكتيف يعني هي تخير عندها ان دوبل رول بروتيكسيون اللي هي الحمايه اي كونترول دي زيشانج يعني التبادلات الخارج خلويه ما بين خليه وخليه ولا ما بين خليه والوسط الخارجي هي اللي تريكليهم عندنا لو تونوبلاست اونتور لا فاكيول اي لو سيتوبلازم باين باسكو علاه اونتور لا فاكيول لي لداخل و سيتوبلازم لي لخارج يعني جاية لداخل في لا فاكيول تونتوغيه و تونتوغي البراني عندنا دوزيام اليمون لي هو ثاني امبوغتون لي هي لا باغوا سيلولار قبل ما نبدا فيها ماشي معناها ما عندهمش دي زورغانيت وخدوخرين ما عندهمش يعني اباري دو جولجي كامل نو ديجا وريت لكم فيها كامل لي زورغانيت بصح الواحد او داير في بالو بلي في الاس ان في لا بيولوجي سيلولير ولا سيتولوجي ديجا قريتهم وراكم فاهمينهم سما راني نهضر غير على الحاجات اللي جايين بريسي ولا جايين جوست
في لا سيلول فيجيتال. الا ما كنتش فاهمين نعاود نكتب لكم ونعاود ندير لكم فيديو واحد اخرى على كامل لي زورغاني، تخلو لي جوست في لي كومونتير. نكملوا عندنا لا باروا سيلولار الا سور لا ريجيديتي. لا ريجيديتي يعني الميوعه يعني مائع. عندنا غليوسيت وفيها 10% دو بروتين، فيها البيكتين والسيلولوز. البيكتين والسيلولوز هو نوع من السكريات. وش فيها لا باروا سيلولار؟ كيما لا ممبران سيلولار قلنا فيها بلازمولام وتونوبلاست. لا لاميل موين لا باروا سيلولار باردون فيها لا لاميل موين. لاميل موين هي بارتي بلو اكسترن يعني داخليه. تنتج ولا برودويت بوندون لا ديفيزيون سيلولار ولا تنتج من الانقسامات الخلويه. الرول تاعها هي اسور لا جونكسيون entre les cellules يعني هي اللي تخلي لنا لي سيلول مترابطين. لا جونكسيون هي الترابط تاع لي سيلول. عندنا دوزيام دي شوز هضرنا باللي هذه في لا باروا، في لا باروا ولا لا باروا سيلولار قلنا باللي فيها لا لاميل موين اللي يسموها ثاني ميتوين. ما كتبتها لكمش بصح دوك نحط الريزومي في ما باج فيسبوك نكتبها لكم. عندنا لا باروا بريمير اللي هي ريزو ميكرو فيبر يعني تكون خيط رقيق. الغول تاعها لا كرواسونس دي سيلول ولا نقدروا نقولوا ثاني بلي اكزيست اون سيل فليكسيبل اي اكسترا فليكسيبل وتكون في لا ديفيرونساسيون. واش معناها؟ معناها هذا ان ريزو ميكرو فيبر شرحتها لكم يعني خيط رقيق ميكرو فيبر. قلت حلا كرواسونس دي سيلول يعني في الانقسام الخلوي هي اللي تخلي لنا لا سيلول النمو تاع لي سيلول، تخلي لنا لا سيلول تنمو. باردون عندنا لا باروا سيكوندير تكون اونتر لا باروا سيلولار اي لا ممبران بلازميك يعني تكون بيناتهم. ميم بين لا باروا سيلولار ولا ممبران بلازميك كاين واحد البلاصه اللي هي لا باروا سيكوندير. جيسبر تكونوا فهمتوا. نروحوا لا فاكيول. لا فاكيول ولا الفجوه، الفجوه هي اللي تكون لداخل في النبته. هذا لي ليمون نصيبو غير عند النبات. لا فاكيول ما كاش ني عند الحيوان ني عند لي باكتيري. علاه؟ باسكو زعما من المميزات غير تشوفوا فاكيول عرفوا بلي راكم في نبات ولا في فيجيتو. عندنا 40% دو فوليوم يعني لا فاكيول تدي 40% من الفوليوم. عندنا ستوكاج دو ديشي يعني هي اللي تخزن لي ديشي ولا الفضلات. ستوكاج دو لو اي لي زيليمون مينيرو يعني هي فانيك اللي تخزن الماء والاملاح المعدنيه. عندنا ريغلاسيون دي فونكسيون فيزيولوجيك يعني هي اللي تريغل لي فونكسيون فيزيولوجيك يعني الشك ماشي لا فيزيولوجي هي الهيئه الداخليه. عندنا بريسيون اوزماتيك ولا ظاهره الميز ولا تخزين المياه. المياه يا اخي تخزن المياه لداخل لا فاكيول تتنفخ النبته. الوغ هي المسؤوله على لا بريسيون اوزماتيك. من هذا عندنا كونكلوزيون ك لا فاكيول هي ليليمون بلوس امبورطون في النبات. بلا بها ما كان ني ستوكاج دي ديشي ني ستوكاج دو لو ني بريسيون اوزماتيك يعني هي مهمه بزاف. عندنا لي بلاست ولا صانعات الخضراء واش فيهم؟ هما دي زورغانيت انتراسيلولير يعني داخليه. سينتيز دو نوفو موليكول يعني هي اللي تمدنا لي موليكول جدد. واش معناها؟ معناها ابري ما لي بلاست هما لي زورغانيت انتراسيلولير اوفيد لي يكونوا مدورين يكونوا سفيريك كلكو ميكرون دو لون. عندنا ديتيرميني بار ان دوبل ممبران يكونوا فيهم دوبل ممبران. واش فيهم؟ فيهم كلوروبلاست وفيهم لي اوميلوبلاست وفيهم لي سيتوزوم. واش هما هذو؟ هذو كامل اللي يساهموا في عمليه التركيب الضوئي ولا دي نوفو موليكول اللي هو الماده الحيويه ولا الماده العضويه اللي تغذى منها النبات.
J'espère que nous fahmtou tout. Hana lhaqna la fin ta le premier chapitre. Zid nourikom ghir schéma ta les places to vacuole bach tchfaw aliha w ndjouzou le deuxième chapitre. Hawlik ha hi la vacuole. Wala kima yismouha en anglais vacuum. Tchfaw aliha bien, bach nourikom les places. ها هم ديجا لي كلوروبلاست بصح زعما كشغل لازمكم شيما وحدو كلوروبلاست جيسبر تكونوا فهمتوا ابارامون في لي زيكزامي يرسمو لكم هكا الشيما يكون هكا يعني ما يكونش كيما وريته لكم مخلط شويه لهنايا بصح شفاو على لي زورغانيت نخليه لكم في الماباج فيسبوك شوفوا عليه بيان الدوزيام شابيتر دو بيولوجي فيجيتال اللي هو لي تيب دو تيسو فيجيتو ولا انواع الانسجه النباتيه عندنا ديفينيسيون تاع تيسو فيجيتو عندنا انسمبل دي سيلول qui assure la même fonction et ont la même structure. واش معناها مجموعه من الخلايا اللي عندهم نفس الدور ونفس الشكل عندنا فورم ايزو ديامتريك يعني يكون بشكل هندسي عندنا باروا بيكتوسيلولوزيك مانس ريش اون اورغانيت هذو الخصائص تاع سيلول فيجيتال ولا خليه نباتيه même les tissus تاعهم déjà كي وريت لكم مقبل ولا في لا فيديو اللي فاتت لا سيلول فيجيتال نورمالمون عندها شكل هندسي باينه بلي سيلول فيجيتال ماشي كيما سيلول انيمال تجي شويه مخلطه première des choses اللي هو الميريستيم بريمير ولا الميراستيم الاولي je pense قريتو في première année ici حيكون تيسو formés par des cellules embryonnaires non différenciées et ce sont les tissus qui se forment dans les cellules végétales. واش معناها هما عباره عن انسجه تكون من خلايا جنينيه ولا امبريونير ولا خلايا اوليه non différenciées ما ديرش الانقسامات et ce sont les tissus qui se forment dans des cellules végétales يعني هما هي النسيج اللي يشكل الخليه النباتيه عندنا ils sont trouvés dans trois points essentiels ولا يكونوا في ثلاث نقاط اساسيه au niveau de l'apex ولا l'extrémité نكونوا في les coiffes في la base ولا في les nœuds ولا primaire intercalaire l'essentiel هم les trois points essentiels l'extrémité ou les coiffes ou les nœuds هذوك زيادة تحبوا تزيدوهم نسي نوريلكم لو شيما باش تفهموا بيان حاولك لو شيما حاول نو لهنايا l'extrémité, extrémité, les coiffes. Je fais aller bien. Le rôle d'un méristème primaire, ou là c'est quoi le rôle d'un méristème primaire? Assure la croissance en longueur. Un de deux rôles essentiels, un rôle histologique, les rois, donner la naissance d'un autre tissu, un rôle organogène, la formation des organites. C'est quoi, Hedou Kamel? Maintenant, assure la croissance en longueur. Yani, le méristème primaire, dans le taux, هو اللي مدنا طول. هو اللي مدنا طول تاع النبات. عندنا rôle histologique, ou là, c'est quoi l'histologie علم الأنسجة يعني دور الأنسجة هو assure la naissance d'un autre tissu يعني هو اللي مدنا أنسجة أخرى organogène les organes هما
انا عارف كيف يسموهم الاعضاء. Les organes هما الاعضاء en arabe. عندنا la formation des organes عليه parce que نسيج زائد نسيج زائد نسيج ولا مجموعة من الأنسجة هما اللي مدونا أورغان. الأورغان هو العضو والعضو هو مجموعة من الأنسجة والنسيج هو مجموعة من الخلايا. داكور نكملو. Deuxième des choses, اللي هو الميريستم كولينير. Le ميريستم de la tige هو الميريستم كولينير est responsable de la différenciation de la partie ARN, يعني la différenciation des cellules pour donner les tiges, les feuilles et les bourgeons. واش معناها الميريستم كولينير؟ ولا ما نكتب عليكم اسمه en arabe. المهم ميريستم هو الميريستم كولينير je sais pas. Le ميريستم de la tige يعني هو الميريستم تاع la tige. ولا هاوليك باش نجيب لكم بالخف الجيما تاع قبيل. ها هاي لا tige. الميريستم هذا عندنا ميريستم دو لا تيج هي ريسبونسابل دو لا ديفيرونساسيون دو لا بارتي اي ار ان. عندنا لا ديفيرونساسيون دي سيلول بور دوني لي تيج اي لو في لي بورجون. يعني منو هو بعد الانقسام تاعو واش مدنا؟ هو اللي مدنا لي بورجون ولا التبرعمات لي في اللي هما الاوراق ولي تيج اي هما الاغصان. عندنا اي سو ديستينغ بور سي ديفيزيون يعني معروف بلي ديفيزيون تاعو ولا بالمختلف الانقسامات تاعو. وهذا نورمالمون ابخي ما عرفتو بلي هو اللي مدنا لي تيج ولي في لي بورجون اللي هو يكون يعني استروجين اي اورغانوجين. يعني عنده دور في بناء لي زورغان وعنده دور في بناء الخلايا. عندنا نبداو دوزيام نو deuxième des choses, ميريستم racine ou la تاع لي racine ou la هو الميريستم تاع الغاسين. Pardon, élaboration des tissus de la racine et la coiffe vitale comme قبل. Estrogène veut dire donner la naissance des tissus. يعني غير صيبو استروجين يعني استولوجي يعني علم الانسجة ولا النسيج هو اللي يمد هو اللي مدنا دي تيسو ولا انسجه. هاوليكم لو ميريستم كولينير ابارامون راح نخليه في لاباج فيسبوك راني نهضر ونعاود. ها هي النتيج شوفوا واش تكون. تكون ديفيزيون اونتي كالين واش تمد هذه لا ديفيزيون. شوفوا ديجا راه مزوج لهنايا ينقسموا لاربعه. ديفيزيون فري كالين نقسمو ربعة من بعد هاد الربعة شوفو كيفاه يولو. هذا لو سونس دو ديفيزيون دي سيلول دي ميريستيم كولينير. جيسبيغ تكونو فهمتو. هذا جو بونس ما يطيحش مي شفاو عليه. هاوليك لو ميريستيم غاسينير ولا لي غاسين شفاو عليه ثاني نخليه لكم ثاني في لاباج فيسبوك. Apparemment, donc une jose les tissus ou l'insidia. Jose donc les tissus. On a un tissu. C'est un déjà derna la définition tau c'est un ensemble de cellules qui assurent la même fonction et la même structure. Donc le bdaou protecteur ou la nasij li yahmi ou la le tissu protecteur, un tissu de surface de recouvrement qui permettent la protection de la plante contre les agressions externes. Ninasia contre l'hnay. L'hnay du contre. Contre. Contre les agressions. Yani huwa nasij li yahmi l'misaha ou la surface
تاع الريكوفرمون ولا لي مغطيه تاع لي بلونت كونتر لي زاغريسيون اكسترن ولا الهجمات الخارجيه. عندنا ليبيديرم. ليبيديرم سي تاع تيسو بريمير premier assez des cellules, il recouvre les organes et les protège contre les dissications et les agressions, maintenant réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère. يعني هذا ليبيدام مش هو هو عبارة عن نسيج أولي يكون يغطي les organes هو اللي يحمينا les organes contre les dissications, les agressions, يعني من الهجمات الخارجية ومن التبرر. الغول تاع هو يريغلي les échanges gazeux avec l'atmosphère, يعني هو اللي يريغلي التبادلات الغازية مع الجو. عندنا ها هو الشكل تاعو هاوليك. عندنا la cellule de l'épiderme fois 3000, يعني تكبير 3000 مرة كفاه تبان. جيسبر تكون بنت لكم بيان. عندنا ثاني دوك نوري لكم ان فوي تاع لا باردون فلا فوي كاين ثاني كيفاه تبان لي بيدا باش تشفاو عليها. هاوليك لي بيدا شفاو عليها. عندنا remarque importante le rhizoderme est le nom de l'épiderme au niveau de racine. يعني واش نو يعني le rhizoderme كي تسمعوا كلمه rhizoderme يعني هو le même épiderme برك l'épiderme تاع les racines. J'espère que vous comprenez. À la prochaine inchallah.